بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاستضافة الكريمة لهذه القمة وعلى ما حظينا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرفادة وجهودهم والوفادة وجهودهم المشهودة من أجل وحدة الأمة والدفاع عن مصالحها وتطلعاتها في التنمية والاستقرار والسلام. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في الجزائر قيادة وحكومة وشعبا على ما بذلوه من جهد خلال رئاستهم للدورة السابقة في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. وأغتنم الفرصة أيضا لأعرب عن تقديرنا الكبير لجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومساعديه وفريق عمله في مؤازرة ومناصرة قضية شعبنا وحقه في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وهو امتنان موصول لكم أيها الأشقاء على مواقفكم الثابتة من القضية اليمنية وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي سطرت على أرضنا واحدة من أعظم الملاحم العربية في ردع التهديدات المحدقة بالأمة خلال العصر الحديث. وهو شكر أيضا للأشقاء في مصر والأردن الذين فتحوا أبواب بلدانهم لاستقبال مئات الآلاف من أبناء شعبنا الباحثين عن ملاذ آمن من بطش الميليشيات وتسهيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم والعيش الكريم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا باحثين عن ملاذ آمن من بطش الميليشيات وتسهيل فرص حصولهم على العلاج والتعليم والعيش الكريم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، تنعقد هذه القمة في وقت ما يزال فيه شعبنا يعاني ويلات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014 بدعم من النظام الإيراني المستميت من أجل استكمال مشروعه التدميري في المنطقة، مع استمرار انقسام منظومتنا العربية وعجزها عن الاستجابة للأزمات والنزاعات المسلحة التي تهدد بانهيار الدولة الوطنية وتجريفها لصالح المشاريع الخارجية التوسعية الدخيلة على مجتمعنا وهويتنا العربية وتراثنا الحضاري والاجتماعي. وإنني آمل أن نستلهم من صمود شعوبنا وتضحياتها الجسيمة في مقاومة تلك المشاريع لإحداث التحول المنشود واستثمار اجتماعاتنا هذه في استعادة المبادرة والتوافق على السياسات المشتركة التي تستجيب لإرادة الأمة وتعلي مصالحها وتضعها فوق كل اعتبار. لذلك نحن على ثقة بأن تمثل قمة جدة في أرض الحرمين المباركة منعطفاً هاماً لإقرار السبل الكفيلة بمقاربة الأزمات القطرية والجماعية وتجاوز تحدياتها بإدارة وإرادة عربية خالصة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، بعد نحو 7 أشهر على انعقاد قمة الجزائر وما تزال تلك الآمال التي حملناها إليكم بتجديد الهدنة تواجه تعنتا من قبل الميليشيات الحوثية دون اكتراث لمعاناة الملايين من مواطنينا في الداخل والخارج،
وها نحن اليوم من جديد نترقب ثمار المساعي الحثيثة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء ذات الهدنة التي التزمنا باستمرارها من طرف واحد، حرصاً على إنهاء معاناة شعبنا وتفويت أي فرصة للميليشيات في العودة إلى التصعيد الشامل. وبدلاً من إبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل تلك الميليشيات للشهر الثامن على التوالي منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئنا، سعياً منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات. كما تستمر تلك الميليشيات في تهديداتها لدول الجوار والسلم والأمن الدوليين بنشر مزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرويها لنا كقصص من الجحيم أبناؤنا الذين تنفسوا هواء الحرية في عمليات تبادل للمحتجزين بعد سنوات من التعذيب والإخفاء القسري. وفوق ذلك تعمل تلك الميليشيات في الوقت الراهن على حشد أكثر من مليون طفل إلى معسكرات تعبوية متطرفة من شأنها تدمير نسيجنا الاجتماعي وقيم التعايش التي انتهجها شعبنا اليمني على مر التاريخ. ولذلك أيها الأخوة، فإننا نأمل تحركاً عربياً جماعياً إلى جانب أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية من أجل وقف تلك الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي ولقيم الإسلام والحرية والمساواة، ودعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة، ومبادرات الأشقاء والأصدقاء لاستئناف العملية السياسية بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد رحمنا بحذر في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالاتفاق بين أشقائنا في المملكة العربية السعودية وإيران على أمل أن يؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية في المنطقة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني ووقف مغامرات نظامه المدمرة والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية. وإنني أغتنم هذه الفرصة لأشيد بجهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي أفضت إلى استئناف مشاركة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة على طريق حل الأزمة السورية وفقاً لمبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما يضمن وحدة وسلامة البلد الشقيق واستعادة دوره التاريخي في العمل العربي المشترك. ونشيد بجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تكللت بتوقيع الأشقاء في السودان على إعلان مبادئ لتأمين الأعمال الإنسانية وحماية المدنيين، تمهيداً لمحادثات بناءة تعيد للبلد الوفي مع شعبنا الاستقرار والسلام والتنمية. كما تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها الكامل بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشريف الشرقية وفقاً للمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية، وتدين التصعيد الإسرائيلي المستمر وإجراءاته الاستيطانية التي تقوض من فرص السلام ومن فرص السلام والأمن الإقليمي والدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي في الختام أن أعرب عن خالص تمنياتي بالنجاح لهذه القمة بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي نثق بأنها ستمثل نقلة إضافية لمسار العمل العربي المشترك وتوحيد آلياته في دعم جهود الأشقاء والأصدقاء لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، وانتصاراً لصبر وتضحيات شعبنا وحقه في الحرية والكرامة الإنسانية والأمن والاستقرار والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.